أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة التي تخص مادة التاريخ القطري، حصة سأشرح فيها بالتفصيل أسئلة الامتحان الذي ستمرنه عن تنجزونه عن بعد. أقرأ السبب الأول: كل ليلة يخصص فيصل ساعة من وقته لإنجاز بحوث عديدة باستعمال حاسوبه. كان يوصله بالكهرباء وينتظر قليلا ثم يشرع في العمل، وفجأة خطر بباله سؤال توجه إلى أبيه الذي كان يساعده. ما هو هذا السؤال؟ ما هي الخدمات التي توفرها لنا قطر الحبيبة علاوة على الماء والكهرباء؟ أكتب التعليمة سهل جدا كما تعرضنا إليها إلى هذه المعطيات في العديد من الدرسين الأخيرين. الدرس الأول كان حول الخدمات التي تقدمها قطر، والدرس الثاني كان محوره أو موضوعه أو محتواه حول الواجبات واجبات نحو دولة قطر، وفيه تعرضنا أيضا إلى المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. التعليم الأولى: أكتب نعم أو لا أمام كل جملة. توفر لنا دولة قطر العديد من المدارس المتطورة كي نتعلم فيها العلوم، نعم أم لا؟ الجملة الثانية: تتبثر الخضرات الصحية بتوفير المنتزهات والمساحات الخضراء. ننتبه، هل أن الخدمات الصحية هي المنتزهات والمساحات الخضراء؟ تحقق لنا دولة قطر الأمن والأمان من خلال أقسام الشرطة والفزع. تضمن قطر خدمات النقل والمواصلات من خلال توفير السيارات والسفن والطائرات. السبب الثاني: نبقى دائما القصة التي تدور بين الأب وابنه فيصل. واصل فيصل الاستماع إلى التفاصيل التي كان الأب يقدمها حول العديد من الخدمات. انطلق الأب في شرح الخدمات التي تقدمها قطر: الخدمات الصحية، الخدمات الترفيهية، خدمات التعليم. ثم تعرض فيصل سيشرح إنجازي هذا السؤال، وتعليمته كانت على النحو التالي. التعليمة الثانية: ألون الإجابة الصحيحة. الخدمات الترفيهية تتمثل في المساحات الخضراء أو المراكز الصحية. خدمات الأمن تتمثل في الكهرباء والماء النظيف أو رجل المرور. الجملة الثالثة: الخدمات الصحية تتمثل في المساحات الخضراء والمراكز الصحية. واصل دائما القصة مع الابن النبي فيصل. كان الأب يوصي ابنه بضرورة الحفاظ على هذه التجهيزات والممتلكات التي ذكرناها في السند الأول والثاني. قام بتصنيفها إلى نوعين: هنالك ممتلكات عامة وممتلكات خاصة. الممتلكات العامة يشترك فيها الجميع، والممتلكات الخاصة هي ممتلكات تخص الفرد لوحده. ساعد فيصل على الإجابة. التعليمة هي التالية: أشطب الإجابة الخاطئة. الملابس والأدوات المدرسية، هل أنها ملكية خاصة أم ملكية عامة؟ أنت وأصدقائك هل تشارك صديقك في ملابسه وأدواته المدرسية؟ الجملة الثانية: الحديقة أو المعطى الثاني، الحديقة العمومية، هل هي ملكية خاصة أم ملكية عامة؟ موجود ننتبه جيدا الى الاسم الحديقه العموميه. السياره، هل هي ملكيه خاصه ام ملكيه عامه؟ ثم الطائره، هل ان الطائره ملكيه خاصه ام ملكيه عامه؟ والسند الرابع، فيه ينتهي الحوار بين الاب وابنه فيصل. انتهى الحوار بين الاب وابنه، واتفقا على تحديد واجباتنا نحو قطر الحبيبه. ما هو واجبه نحو قطر؟ التعليمة الأولى: أضع علامة في أمام السلوك الصحيح. أشكر الأطباء الذين يعملون على الحفاظ على صحتي. هل هذه الجملة وهذا السلوك صحيح أم خاطئ؟ لا أنجز دروسي وتأجيلها حالا سليما. هل هذا سلوك سليم؟ أقدم الشكر لرجال الأمن الذين يسهرون على سلامتي. أقرأ الجملة جيدا وأستنتج أن هذا السلوك مقبول، مرفوض، سليم، يعجبني، لا يعجبني، وأضع في النهاية علامة. التعليمة الأخيرة عدد 4:
أذكر واجبا آخر تقوم به تجاه قطر، هذا الواجب غير موجود في صفحة الامتحان. حظ سعيد جميع الأعزاء وشكرا على